فعلا مو كل شيء بيلمع ذهب على فكره. انت شلون بتسمحي لحالك تكوني هون وما تحاكيني؟ شو رجل الكرسي؟ علبه بيبسي فاضيه؟ قولي لي انك هون، يعني انت ما بتشتاقي؟ ما بيخطر ببالك تقولي والله وينه؟ دعسته سياره؟ عضه كلب؟ روق علينا شوي، شو بك انبحتت؟ او ماي جاد. لا عن جد اخذ على خاطري، ما معقول. لكن احنا متقاطعين، واذا بتشوفيني بتغيري طريقك. خلص باي. لك شو باي شو؟ عم بمزح معك. عم بمزح. شلونك؟ منيحه. هيما اوعى ترجع تنقمة الايام زمان، ما عاد لي خلق ابدا. ها تغيرت كثير انا. وانا تغيرت اكثر منك، بس لساتني بحبك. بس يعني الفكره انه انت كيف تسمحي لحالك انك ما تدقي؟ يعني انا شو وضعي؟ علبه محارم فاضيه ولا شو؟ او ماي جاد. خلص 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 خلص. تفضل. ولا كلمه. ولا حرف. شو هالجمال؟ شو هاللمعه؟ اتركي الحزام وتكون معك انا الامان مو الحزام. يلا بس تمشي السياره بحيث ما تنطي منها. انت ما بتفهمي عربي لانه انا بدي ضل اقول لك تذكريني وحاكيني واعملي. هي منزل عارفك على الصبايا. لا لا حبيبه قلبي، ما فيني مره ثانيه، عندي موعد ضروري كثير. ولا على الحظ بصير في زحمه بالطريق. مو بس هيك، تجي لتفتحي باب البيت لك اخر مفتاح بيطلع مفتاح البيت كالعاده. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، قلت لي متحسن، شو صاير لك؟ ليش شو في؟ شو في؟ لك من اول ما شفتك وانت ما بطلت نق، لك حتى لما كانت المشكله بتخصني كنت عم تنق. لما تكون المشكله بتخصك طبعا بدي نق اكثر ما تكون بتخصني، لانه انا وياكي واحد يفترض. خلص ايهم، روح روح، لا بدي اعرفك على رفقاتي ولا بدي منك شيء. باي. لا 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 خلص. هلا بدك تزعلي وبدي اتصل فيكي ما تردي، ببعث لك مسج، بشوفك اونلاين، ببعث لك واتساب، بتشوفي اني بعثت لك ما بتردي علي وهكذا. او ماي جاد. خلص روح روح روح. واحد مو متحمل حاله. هايات. هلو، كيفكم يا رفقات؟ تمام. دادو شو راح علي؟ ما راح عليك شيء، شوية نميمة. اها. اكشلي كنت عم بشرح لهم عن المشروع. اها. ديد يو لايك؟ كثير حلو. انا ما سمعت عن هيك شيء من قبل. ايه هي فكرة نور. احلى شيء انه كل شيء للصبايا، برامج وانترفيوز وبلوجرز، الفكرة اكيد رح تنجح وبنقدر نجيب مشاهدات كثير. اكيد. بس اتفقنا انه انا ونور وميديا ودانا بس لحالنا رح نبلش المشروع. ويمكن مع الايام يتطور ويصير في عالم جديده. طيب في شغله، هلا انا موضوع الفيديوز والانترفيوز فهمته وحبيته، بس يعني انت قصدك انه هدول رح تعملون انتوا لحالكم؟ ايه لحالنا. هلا انه بس بدي افهم شو كان صار لو اجلتي الموعد لبكره؟ الكنا قاعدين متسليين. ما بقدر، بابا طلب مني اشوف صور المكتب اليوم لانه في جماعه عجبهم المكتب. شو شو علي؟ عن اذنكم. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير صبايا. هاي. انا اسف على التاخير. لا ولا يهمك. هذا الهارد بعته سوي. سلمت. هذا ما تاخر. مين بحب ما يتاخر؟ بس سوني اثنين تنطفي انت الثانيه. تفضل. ماشي. طيب تفضل تعشى معنا. عشاء؟ لا ما بتعشى. يسلم. انا سميره. الفيديو اللي صورتيه اليوم بياخد عال، حتى برافو عليك كثير، عرفانه تنقي زاويه بالبيت، حبيتي. ميرسي. ما بدي اعطلكم، تفضلوا كملوا سهرتكم، تصبحوا على خير، باي. اهلا. على فكرة أنا من لما شفته بالبيت هذيك المرة قلت لك إنه ما له حدا عادي، ما صدقتيني. إيه فعلا ما له حدا عادي. المهم شو قصده يعني ما بيتعشى؟ عم يسمعنا حكي؟ إيه؟ هلا لشو النكات؟ بركي حياته هيلث لايف ستايل.
طيب اوكي، بعتي لي انت كمان شو عندك خيارات وانا بخبرك على هدول اللي نقيتهم. ماشي حياتي. اوكي اوكي ميرسي، يلا باي باي. سوسو امانه تعي شوفي قد ايه حلوين هدول، نفسهم اللي مره ورجيتك اياهم على الفيسبوك. كثير حلوين، جايبتهم منار. ايه ليش زعلانه؟ لك الحقيره عرضت علي اعمل لها دعايه عندي، وقلت لها بدفع لك نص حقهم ولا كانت ترضى. يعني هذا النص رح ينضاف لنصاص القدامه ولا شو؟ يعني شبه النص مو منيح ودعايه كمان. مرموره ما تزعلي، انا ما قصدي ضايقك، بس انه ما صار وقت انك تلاقي غير هي الطريقه بقى. ايه مو بس انا اللي هيك، كلهم هيك. لا وهن بيجيون هدايا وتياب من سبونسرز وبيدفعوا لهم مصاري فوق لا يعملوا دعايه. طب ليش ما تلاقي جهه تتبناكي؟ تتبناكي؟ شو عايشين بفرنسا نحن؟ طيب ليكي انا عندي فكره، وهي على الاغلب رح تجيب نتيجه، بس بدك تسمعيني بدون ما تعانديها. هاد طبعا اذا حابه تخلصي من مزله منار كل يوم الثاني. شو مع مين عم تحكي؟ لا ما عم بحكي، بس عم بتصفح الانترنت. تفضل. نمتوا؟ ايه من شي ربع ساعة، ما شايفتينا عم نشخر؟ فوتي حبيبتي فوتي. شو بك؟ نور أنا بدي أحكي معك بموضوع. خير شو في؟ نور أنا تعبانة. تعبانة؟ مريضة يعني؟ بدك دكتور؟ لازمك شي؟ لا لا أنا وجعي ما بده دكتور، بده ناس مثلك تحس وتقدر وتفكر. أنا تعبانة من حالي من حياتي، أنا كل يوم الصبح بفيق بتمنى ألاقي حدا يكفي عني حياتي. يا سلام، أنت دائما هيك أوفر دراما. هذا الجيل كله هيك أوفر دراما وتوكسيك ونارسيستيك. إيه كملي لنشوف دارلين، كملي لنشوف. أنا بعرف إني تقلت عليكم بس يعني. أوه ماي جاد، أوه ماي جاد. شوفي ما بصدق ما بصدق، تأخرت على موعد نومي 2 hours. يلا احكي بسرعة. يلا نور أنا بدي أشتغل معكم بالمنصة. بس هيك؟ إيه وشو المشكلة؟ شغلية خلص موافقة هي. موافقة. إيه ما عليك كمان طلب تاني؟ نو واي نو واي، عن جد. قولي أميرة.